التحفيظ لإجراء الانتخابات المحلية في الهند والترقب الشعبي، توجهت الأنظار إلى شرطي سمين بعد أن غردت الكاتبة صاحبة 1.5 مليون متابع صوب حادي بتغريدة لم تكن بالحسبان الشهر الماضي بصورة لشرطي وهي تسخر منه بقولها إن مدينة بومباي تعتزم اتخاذ إجراءات أمنية ثقيلة. ردة الفعل الشعبية هذه المرة لم تكن مجرد الاستياء، بل نال مفتش الشرطة دولا ترام علاجا مجانيا للسمنة المفرطة التي يعاني منها لإنقاص وزنه خلال 18 شهرا. دولا ترام وجه رسالة شكر للكاتبة التي نشرت صورته بسخرية رغما عن الألم الذي انتابه من تصرفها. في المقابل اعتذرت صوب حادي للشرطة الهندية في تغريدة جديدة وأبدت إعجابها بردة الفعل الإيجابية التي حظي بها الشرطي السمين.